السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم سمنه كبيره اللي كنديرو في الفران، كتجي زوينه ودغيا كنوجدوها في ساع. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. هنا كنحتاجو المقادير، كنحتاجو نص زلافه ديال الفينو او القمح، وهنا كنحتاجو كذلك جوج زلايف ديال الدقيق الفورص، شويه ديال الملحه، وعندنا معلقه ديال الخميره مع معلقه ديال السكر، وعندنا شويه ديال خميره ديال الحلوه. هنا كنبدا كندير الدقيق الفورص، وكنزيد القمح، وكنزيد شويه ديال الملح، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه. راس معلقه صغيره، شويه هنا عندنا الخميره مع السكر، كنزيد كندير لهم شويه ديال الماء دافي، وكنحرك حتى كتذوب لينا ديك الخميره، وكنخويوها وكنبداو نعجنو بالماء دافي. كنعجنو بشويه بشويه حتى كنحصلو العجينه ديال المسمن. وهنا كنجمع العجينه ديالي، وهنا من بعد ما جمعنا العجينه كنديرو كويرات. الا بغينا مسمله تكون كبيره كنديرو كويرات كبار، والا بغيناها تكون صغيره راه كنديرو كويرات صغار. هنا كندهن ايديا بشويه ديال الزيت، وكنبدا نشكل الكويرات اللي غادي نسرح من بعد. هاد المسمله كتجي زوينه ودغيا كنوجدوها. هنا عندي الزبده اللي خلطت مع شويه الزيت، وعندي كذلك السميده ديال الحرشه، السميده الغليظه. هنا كندير الزيت والزبده وكنبدا نسرح حتى كتكون رقيقه، حتى كتكون لينا العجينه رقيقه كما كيبان لكم في الفيديو. هنا كنجبدها مزيان،
ومن بعد كندير الزبدة وكندير كذلك السميدة من الفوق، وكنبدا نجمع المسملة ديالي. وكنحاول نسرحها ماشي ما تجمعش لينا، ماشي لا كطيب ما تعجنش لينا في الداخل. وكنحطها جانب، وكناخدو مسملة اخرى او لاجين اخرى كنسرحوها، كنسرحوها حتى كتكون رقيقة، وكنديرو المسملة الاولى في الوسط. هنا كنتمنى يبان لكم، يكون لكم الفيديو واضح. واخا تقطع لينا ما كاين مشكل، وهنا كندير السميدة وكندير الزبدة. وكندير المسملة ديالي في الوسط، وكنبدا عاوتاني نجمع. غادي نستمر هكا حتى كنديرو خمسة، انا هنا درت خمسة، يمكن لكم ديرو ستة سبعة، فيما كتكترو كتجي المسملة ديالنا كبيرة وغليظة ومورقة. انا غادي نستمر حتى كنكمل كاع المسملات اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله.
وهنا من بعد ما كملت كاع مسيملات اللي عندي كما قلت لكم، انا هنا درت 5، وحده في وسط وحده، وحده في وسط وحده، حتى كملت 5. وكنبدا كنسرح في الطاوة، كنسرحهم في الطاوة، وكندهن بالزيت والزبدة. ما خصناش نسرحوها تتكون رقيقة، سينو غادي تجينا رقيقة بزاف الا طابت. كما كيبان لكم هنا انا درت واحدة اخرى صغيرة، وكنبدا كنسرحها. وغادي ندهنهم بصفر ديال البيض اللي كان نزيد معاه شويه ديال الحليب، وكندهن مسملات، ومن بعد كنزوقهم بالزنجلان وكنخليهم يخمروا شي شويه، عاد كنبدا نطيب فيهم. هنا راه خمروا ليا، دابا غادي نبدا نشعل عليهم الفران. هنا بداو كيتحمروا، ومسمل ديالنا كيكون على هذا الشكل. هنا قطعت معكم الطرف باش تشوفوه، كتجي رطبه ودغيا كنوجدوها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وشكرا على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.